أحسن الله إليك. معنا المتصل، من؟ تفضل تفضل. ألو، نعم، السلام عليكم. منيف من جدة، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم. يا شيخ عندي سؤال بس. تفضل. أنا نويت بالعمرة من الباحة، بس ما نويت إني على طول أروح مكة، نويت أروح جدة وأجلس فيها فترة مثلا أسبوع وبعدين أروح مكة أخذ عمرة. إيه ما تروح المكة يا أخي؟ من الطائف أو أكثر. أقول ما تروح المكة يا أخي، ما تروح المكة، تروح للميقات اللي تعديت في مجيئك من. أخذ العمرة على طول. اسمع يا أخي، تروح للميقات الذي تعديته يوم تجي من الباحة، تحرم منه،